يا رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأنعم علينا بنبي رحمة للعالمين خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأحبابه وجنده إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، الرحمن الرحيم الذي قال في محكم كتابه العزيز: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا وقرة عيوننا. نسألك يا الله أن تحشرنا في زمرته وتحت لوائه يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فالصلاة عليه رحمة وبركة ومغفرة لنا ولكم وفرج لأمة المسلمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفرج بها الكربات وتقضى بها الحاجات. اللهم اقض بها حوائجنا ويسر بها أمورنا واستر بها عيوبنا، واجعلنا من أحباب نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لقد أكرمنا الله عز وجل في الخطبة الأولى بشيخنا الداعية أستاذي الجالية المسلمة في هذه البلاد الشيخ يوسف استس. أسأل الله عز وجل أن يطيل في عمره وأن يمد فيها وأن يجعله نعمة علينا وعلى هذه الأمة، وأسأل الله أن يمتعه بالصحة والعافية والسلامة. اللهم اشفه وعافه واعف عنه يا رب العالمين. لكني وأنا أراه أيها الإخوة والأخوات أستمد دروسا كثيرة. أولا، هذا الدين أقيمت به الحجة على الخلق أجمعين، أقيمت بهذا الدين الحجة على الخلق، ليس لأحد من الناس حجة في أن لا يصل إلى القرآن والسنة وأن يتعرف على جمال الإسلام وكماله وتمامه. والله عز وجل أعطانا نموذج من نماذج أهل العلم الذين كانوا من علماء النصرانية، وكان قسا من القسوس من القساوسة، فهداه الله عز وجل. فهذا حج على الناس، وعلى الناس أن يعتبروا وأن يتعظوا. هذه واحدة، وهو حج على العرب والمسلمين، حج على أولادنا. نحن الذين أنعم الله عز وجل علينا وقد ولدنا من أبوين مسلمين، أنعم الله علينا أن عشنا في مجتمعات مسلمة وفي مساجد وفي بيوت، لا عذر لنا ألا نتعلم ديننا، لا عذر لنا في ألا نكون دعاة إلى الله عز وجل، لا عذر لنا في ألا نحمل رسالة الإسلام إلى الخلق أجمعين. لقد أقام الله به الحج علينا والله يا إخواني. وأما الأمر الثالث والذي أراه والذي ينقص كثيرا منا، بل أكثرنا، ينقص أكثرنا، وهو ضياع الهدف في حياتنا. نحن إخواننا نعيش من غير أهداف، كيف؟ كثير منا يعيش من أجل الطعام والشراب والأكل والشغل والبزنس والاستثمار. أحكي لكم، كل هذا جيد وهو عبادة كما ذكرنا، كل ذلك عبادة، ولكنه ليس هدفا، هذه وسيلة. أن تعيش من أجل المال والطعام والشراب والبناء والاستثمارات وتأثير الثروات وجمع الثروات، هذا ليس هدفا، هذه وسيلة عند المسلم، وسيلة. فإذا أصبح غاية دمرت الحياة، دمرت العقلية الإسلامية، معناها في مشكلة. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون. ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ما له أخلده، كلا لينبذن في الحطمة. الذي يعيش لجمع الأموال ويصبح هذا هو
هدفه الحياتي، كل ما يريد من الدنيا يعيش. هذا ليس هدفاً إخواني. لا يجوز أن نخلط ما بين الأهداف. الله سبحانه وتعالى قال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها وهم لا يبخسون. وقال: من كان يريد الدنيا، من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. من كان يريد العاجل عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. إذا كنت تريد العاجلة والدنيا خليك في الدنيا واشتغل، بالأخير لا نصيب للعبد يوم القيامة. الصنف الثاني: ومن أراد الآخرة. فأنت تريد الآخرة، أنت في هذه الدنيا تعيش في الوسائل، ليس لك هدف في هذه الدنيا. هدفك هو همتك، وهمتك أن تبلغ رضا الله وأن ترى وجه الله. ماذا تريد أنت أيها المسلم، أيها الإنسان، أيها العابد؟ تريد أن ترى وجه الله. فأعلى الهمم همة رضا الله والنظر إلى وجه الله. وذلك لما أبدأ أسألك ماذا تريد، أريد وجه الله. وهل الذي يريد وجه الله يستريح؟ لا راحة للمؤمن إلا عند ربه. الذي يريد وجه الله لا يستريح. الذي يريد أن ينظر إلى وجه الله لا يستريح في هذه الدنيا، لأنه في عمل. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. بدك تشتغل، تجد وتجتهد وتعمل. إلى متى؟ ما في عندنا تقاعد في الإسلام، أقصد تقاعد في الأعمال الصالحة. في تقاعد في الدنيا بطرائقك، لأن الوسيلة انتهت الدنيوية، لكن الوسيلة الأخروية ما انتهت. ما واحد منا بيخلص والله 10-20 سنة 30 سنة في الدعوة يقول أنا خد أتقاعد وأقعد. شو بدنا نقعد؟ أروح أخذ لي زاوية، أخذ مكان على شط النهر والبحر وأقعد أصيد سمك؟ هذا مش موجود في قاموس المسلم، مش موجود. بدك تشتغل إلى الله وتدعو إلى الله وتعمل إلى الله حتى تلقى الله. حتى وإنت على فراش الموت، حتى إذا حضر يعقوب الموت قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، حتى إذا حضر الموت لم تنتهي وظيفة سيدنا يعقوب، ما زال هناك وصية يجب أن يؤديها. والرسول صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت ينظر ويأخذ الستارة قليلا ثم ينظر إلى الصحابة هم يصلون فيبكي ويبتسم ثم يقول: الصلاة وما ملكت أيمانكم. لماذا؟ خلصتش الوظيفة. لا تنتهي وظيفتك ولا عبوديتك ولا عملك حتى تخرج هذه الروح من الجسد. انقطع العمل إلا من ثلاث، والمسلم كمان حتى بعد العمل، بعد ما تخرج روح ما بنتهي عمله، لأنه يفكر لما بعد الموت. حتى لما بدك تموت بتقول: لما بدي أموت أنا لا أريد أن أموت. لماذا؟ لأنه لا أريد أن ينقطع عملي. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له علم. بظل حتى آخر لحظة بدي أعمل إشي ظل مستمر لما بعد موتي. هذا هو المؤمن. عجيب أمر هذا المؤمن. هذه نعمة من نعم الله على الوجود. هذا الإنسان المؤمن نعمة من نعم الله. ولهذا أيها الإخوة، عندما ترى إخوانك الذين تقدموا في بالسن وتجدهم أكثر عبودية لله وأكثر سجودا وأكثر، ادعو لهم واستمد منهم الهمة، خذ الهمم. وإياك أن تستهين في رجال كبار أكثر من السجود لله، أو من رجال كبار أكثر من الركوع ومن الذكر والقرآن لله. إذا شفت أمك ولا أختك ولا زوجتك ولا أحد من كبار السن قاعدين بيقرأوا القرآن، احمد الله على ذلك، لأن عبادتهم لله حتى في كبر سنهم ينتفع بها نحن. وهل تنصرون إلا بضعفائكم؟ وقال صلى الله عليه وسلم: لولا الشيوخ الركع
والأطفال الرضع والبهائم الرتع لم يمطروا. تتنزل الرحمات بسبب الذين يذكرون الله ويعبدون الله. حتى أبوك لما يكون عمره 80 سنة 90 سنة في بيتك، هذا له وظيفة، له وظيفة، وظيفة عند الله عز وجل، لا تستهين فيها. واليوم أريد أن أخص ما تبقى من وقت في وظيفة الدعوة إلى الله عز وجل. ويا أيها الإخوة والأخوات، ليس هناك أعظم من وظيفة الدعوة إلى الله، لأن الله عز وجل اصطفى لها أعظم الرسل وأعظم البشر لوظيفة الدعوة. الرسل هم دعاة الله والدعاة إلى الله عز وجل. وأنت إذا حملت هذه الدعوة، إذا حملت هذه الدعوة فأنت وارث النبوة. أنت بتعرف ليش العلماء ورثة الأنبياء؟ لأنهم يدعون إلى الله بسبب الدعوة. لذلك العالم الذي عنده معلومات ولا يعمل بعلمه ولا يدعو إلى تعليم الناس ولا إرشادهم ليس من ورثة الأنبياء، إنما وارث النبوة من حمل همة مصالح العباد وبدأ يصلح العباد ويمسكهم بالدين، ويمسكون، الذين يمسكون، الذين يصلحون الناس، هؤلاء يسيرون على سنن الأنبياء. أنت داعية، طب من هو هذا الداعية؟ من هو؟ كل مسلم. إياك أن تقول الدعاة الفلانيين. بعض الناس فكر أن الدعاء فقط الدعوة والتبليغ أو الإخوان المسلمين ولا حزب التحرير وكذا، لا يا أخي، كل مسلم داعية، مش الفرقة من فرق المسلمين وطائفة ولا جماعة أبدا. وذلك الناس اليوم حاملين حملة على فئة من هذول، يا أخي هؤلاء مش قايمين بدورهم. طب وإنت ليش مش قايم بدورك حضرتك؟ مش عاجبينك فلان وفلان وفلان، طب أين دورك أنت؟ أين دورك أنت في الدعوة إلى الله عز وجل؟ أنت ما أنت داعية كمان، مش عاجبينك أهل المساجد ولا الدعاء إلى الله، طب وظيفتك ماذا؟ أنت وظيفتك الدعوة إلى الله. كل مسلم، كل مسلم مطالب بالدعوة إلى الله. وتعالوا بنا آتي فقط بالأدلة القصيرة سريعا وليس للتفصيل، الخطب ليست للتفصيل، ثم آتي بكيفيتها. أما الدليل فيقول الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ملقنا إياه: قل يا محمد هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله ما أنا من المشركين. إذن من الذي يدعو؟ كل من اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، يعني أنت أنت أنت، كل طفل صغير كبير ممن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو على بصيرة يدعو إلى الله. وكلمة بصيرة مهمة جدا، على فقه وفهم وحكمة وعلم، لأنه لا يجوز أن تدعو بجهل ولا إلى جهل، يجب أن تتعلم وتعمل بما تعلم ثم تدعو إلى ما تعلم. إذا لم تحقق هذه الثلاثة يكون هناك نقص في علمك وعملك ودعوتك. ويقول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صليت على الرسول. ولتكن منكم، هنا منكم ماذا؟ العلماء لهم فيها تفسيران. تفسير الأول قالوا للتبعيض، يعني ليكن منكم جماعة من الناس يدعون إلى الخير. والمحققون من أهل التحقيق والتفسير والبحث قالوا لا، هنا للتأسيس وليست للتبعيض. والمقصود من ذلك على قول التبعيض أي ليكن بعضكم يأمر معروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله. وأما على التأسيس أي ليكن ليوجد منكم أمة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف والمنكر، بمعنى أن الأمة نفسها تحمل رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، الأمة كلها. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أن الأمة وظيفة الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة أمة. وبمعنى
إذا لم تقم الأمة كأمة بهذه الوظيفة لم تقم به، فكل أفرادها في إثم. وإذا قام بها البعض ولم يقوم بما يحتاج إليه الناس وتحتاج إليه البشرية أيضا في إثم. فإذا لتكن منكم، إذا كلنا بدنا نشتغل دعاء إلى الله عز وجل. وهنا الدعوة إلى الله قسمين، هناك الدعوة التي تراها أنت بعينك، يعني إذا رأيت منكراً تدعو إلى الله، إذا أصبح المنكر أمامك وترى المنكر وجب عليك أن تنكر المنكر وأن تأمر معروف وتعمل بقدر المستطاع، فاتقوا الله ما استطعتم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فيجب أن تغير المنكر ولو بقلبك، إذا كنت غير قادر على تغييره باليد أو باللسان فليغيره بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. طب إذا هل يجوز إنسان لا يغير المنكر بواحدة من الثلاث؟ قال: وليس بعد ذلك حبة خردل من إيمان. يعني إذا لم تغير المنكر، إذا لم تغير المنكر ولو بقلبك، إن لم تستطع بالاثنتين الأوليين، فأنت قد وقعت والعياذ بالله في موطئ وفي موضع صعب. هذا المنكر الذي تراه، هذا الشيء الذي تحتاجه مباشر، ولكن الجانب الثاني الذي يكون الدعوة العامة، الدعوة العامة والتي نحتاج إلى تكليف الدعاء والرسل، الرسل الذين الامباسادورز، السفراء الذين يذهبون إلى المواقع لتعليم الناس وتربيتهم وإصلاحهم، أيضا هذا يجب على الأمة أن تهيئ من يقوم بهذه الدعوة على الميديا أو حتى في الشوارع أو حتى على الصحف، في أي وسيلة من الوسائل، لأن الدعوة إلى الله عز وجل وسائل، يجب أن تستخدم الوسيلة المناسبة. كل زمان ومكان وحال وإنسان له وسيلته المناسبة. فمن ندعو؟ لأن السؤال من ندعو؟ شوف يا أخي، أنت واجبك أن تدعو أولاً وقبل كل شيء، أنذر عشيرتك الأقربين، أدعو زوجتك أو زوجك، أدعو أولادك، فأنت مطالب شرعاً بأن تدعو أولادك وزوجتك ثم والديك إخوانك أخواتك ومن حولك واحداً واحد، وهذا ما يسمى بالدعوة العائلية. ثم توسع دائرة الدعوة إلى أن تشمل كل العشيرة، حتى لو كانت العشيرة عشيرة أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، بدك توصل إليهم. هذا هو دورك. ولقد تقاعس المسلمون اليوم عن الدعوة العائلية، تقاعسوا، بجوز يدير باله على أولاده، بجوز حتى مش فاضي لأولاده، ممكن يهتم بأولاده. وكثير منا من لا يدعو أولاده. طب شو، كيف أدعو أولادي؟ شوف يا سيدي وزوجتك، إذا كانت زوجتك ولا أولادك ليسوا مؤمنين بالله، بدك تدعوهم إلى الإيمان، وهذا أول مرتب مراتب الدعوة. إذا كانوا مؤمنين بالله بدك تدعوهم إلى الصلاة، ما بيصلوش بدك تصير يصلوا، لا يصلون تدعوهم إلى الالتزام شيئا فشيئا، حتى بالأخير الدعوة بأن ترتقي بزوجتك وأولادك من العبادة المبدئية إلى العبادة في قيام الليل. رحم الله امرأ أو رجلا قام من الليل فأيقظ أهله، صلى ثم أيقظ أهله ونضح في وجهها الماء، هذه الدعوة بالأخير. يعني ما ببدأ بالدعوة مع الزوجة بقيام الليل وهي لا تصلي صلاة الفجر، فالدعوة تبدأ بالتدريج، تمشي درجة درجة مع زوجتك وأولادك، في منكر منكرات تحاول تغير المنكر وتنكر هذا المنكر وتصلح المنكر درجة درجة حتى تصلح زوجتك أولادك. طب وإذا كنت في الدار وما ليش خاص؟ لا يجوز شرعا أن تقول لا دخل لي، لا، إلك دخل وستسأل، ستسأل من قبل الله عز وجل عن زوجتك، ستسأل عن أولادك، ستسأل عن والديك. إذا أبوك بدخن الآن، هذا منكر، بدك تحاول تجتهد عليه أن يترك الدخان، الآن أنت بتعمل دعوة إلى الله معه.
طبعا ما بيصلح تقول تدخن وتقول لأولادك ما تدخنوش، لأن شرط الداعية القدوة، شرط الداعية القدوة. ما بيجوز تقول لابنك ما بديك تروح على القمار وأنت تقامر، أو أن تدعوه إلى القراءة، روح اقرأ وادرس احفظ القرآن وأنت لا تحفظ ولا تقرأ. شرط الدعوة القدوة، والدعوة بالقدوة أفضل من الدعوة بالكلام، خاصة في الدعوة العائلية والتربية العائلية. وعندما ترى منكر تنكره بالمعروف، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. زوجتك ما بتلبس شعري، ادعوها بالمعروف بدون تشديد، بدون سب، بدون شتم، بدون ضرب، بدون لا يجوز. الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، والحكمة أي بالإقناع، وبالموعظة الحسنة بالتخويف بالله. والناس هذان القسمان، إما إنسان يقتنع وتكون تصاحب حجة فتوصله إلى الله عز وجل بالعقل والإقناع والفهم، وإما أن تخوفه بالله عز وجل فتذكره بالجنة وتذكره بالنار وتذكره بالموت. وكل إنسان له مفتاح مختلف عن المفتاح الآخر. فإذا ظننت أنك تدعو إلى الله عز وجل على نفس المنوال تكون مخطئا. فالإنسان المتعلم تأتي له من جهة العلم، والإنسان العام تأتي له من جهة الوعظ والإرشاد، وربما أحيانا تصل إلى الناس من خلال الاجتماعيات بزيارة وحسن صلة وكلمة طيبة وتفريج كربة وسعي في خدمة، وهكذا هكذا تكون داعية إلى الله. بمعنى يا أخي ويا أختي، إنك أنت في 24 ساعة طول النهار بتفكر بالدعوة إلى الله، فلان بدي أخليه يصير يصلي، وفلان بدي أخليه يصير يجي على المسجد، وفلان بدي أخليه يصير يتصدق، وفلان. فالدال على الخير كفاعله. الآن الدعوة إلى إيش؟ إلى ماذا ندعو؟ في القرآن ستجد إنه الدعوة في كلمتين، أدعو إلى الله، والثانية أدعو إلى الخير. فأنت الداعية تدعو الناس إلى الله توحيده وعبادته وطاعته، وتدعو الناس إلى الخير، بمعنى كل ما فيه خيرهم في الدنيا والآخرة وخير المجتمع وخير الناس أنت داعية له. إيش ما فيه خير؟ الدال على الخير كفاعله، بل أحسن من فاعله، لأنه فاعله ويزيد. الدال على الخير، بدك تدل على الخير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، بدك تعمل أي شيء خير. مثلا زي إيش؟ إيش الخير؟ قد أحيانا الخير إخواني بسيط جدا، ممكن لا يرى حتى بالعين، شغلات بسيطة جدا ولكنها من الخير. مثلا اتق النار ولو بشق تمرة. فواحد مثلا يسرف في المال وأكل حبة تمر وكب النصف الثاني، تروح تنبه تقول له هذا إسراف لا يجوز، أنت دعوت الخير الآن لأنك نهيت عن الإسراف والتبذير. إنسان بيشرب كوب ماء، نشتري إحنا كزازة المية بنشرب منها جغبتين وبعدين شو بنعمل؟ بنرميها، هذا إسراف، هذا إسراف. لما بتأخذ كزازة المية كوب الماء هذه الآن أمانة، بتدلك وراها بتاخذها معك بتشربها بتدبرها، أما تفتح القزازة مشان تشرب لك منها كمية قليلة ثم تلقيها هذا إسراف. فأنت لما تشوف واحد تقول له يا أخي الكريم أنا أتمنى منك إنك لا تسرف في الماء. قال صلى الله عليه وسلم لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جار. وهلم جرا، إنسان لا يتسوق ولا ينظف أسنانه، فترى النبي رأى واحد فتدعوه إلى الخير، تقول له لماذا لا تستاك، لماذا لا تستخدم الفرشاة الأسنان؟ دعوة إلى الله عز وجل. رجل يجي على المسجد وراحت الإبط طالعة وراحت الجرابين إلى آخره، فتدعوه إلى الله عز وجل، تقول له يا أخي الكريم أنت جاي المسجد ربنا يقول خذوا زينتك، بالحكمة بالموعظة مش بالطوشة والمشاكل كما يفعل البعض. كلمة طيبة، والحب، الدعوة إلى الله حب، رسالة. وأقول للأخ أحيانا مثلا شوف أخ لا يهتم بنفسه، فتقول له يا أخي الكريم أنا أراك أنك لا تهتم بنفسك، إن زوجتك لها عليك حق، اهتم بنفسك شيخي، مشط لحيتك، احلق حلقا صحيحا، حط عطر، ظبط أسنانك، تشربش دخان،
هذه دعوة إلى الله عز وجل. أنت بتعمل دعوة تنشر الخير في الأمة، تنشر الخير في الأمة. أما تقول أنا لا دخل لي وما خصنيش وإلى آخره، ما بتمشي، مش هذا طريق المسلمين. ليس هذا، قل هذه سبيلي، هي طريقنا، أدعو إلى الله، هذا سبيلك أيها المؤمن، هذا سبيلك. ولذلك إخواني أقول لكم، الداعي إلى الله مش محبوب في الناس، لأنه بتدخل في كل شيء وبزعل. بتيجي لواحد بتقول له يا أخي ليش أنت مش منظف حالك وإلى آخره، بزعل منك، بقول والله عمري ما بشوفه ولا بسلم عليه. بدك تصبر. الآن يأتي موضوع الصبر على المدعو واحتماله أن تدعو له وأن تصبر عليه حتى ولو أتى أذى منه، لا يضرك. الدعوة إلى الله بدك تحتمل، وخاصة دعوة أحيانا تمشي بخطوات، مش كل واحد بده يقبلك من رأسك عندما تدعوه إلى الله ويقول لك جزاك الله خير. لأن من طبيعة الناس أنهم لا يحبون الناصحين ولا يحبون أن يجرحهم أحد، لأن الدعوة إلى الله أحيانا تشعره بأنه أقل منك، ومن هنا تحتاج إلى تواضع. الداعية متواضع، يقول الكلمة على طبق من ذهب، يقبل رأس المدعو ويحببه إلى الله. خيركم من حبب الله إلى خلقه وحبب الله إلى خلقه وحبب الخلق إلى الله عز وجل. إخواني، هذه وظيفتكم وهذه طريقكم في الحياة، حتى نصلح، وحتى نصلح المجتمعات في كل شيء. كلمة تقال أمامك تدعو إلى الله فتصلحها، خلق أمامك غير موجود غير صحيح تصلحه وتوجه. بالله عليك لو كان هكذا المجتمع ماذا تقول؟ كيف ترى المجتمع بهذه الطريقة؟ هذا المجتمع الذي أراده ربنا عز وجل. كنتم خير أمة أخرجت للناس، بعد ما قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون، قال بعدها في الآيات كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فأنتم أيتها الأمة المسلمة أصبحتم خير أمة أخرجت للناس بعد أمركم بالمعروف ونهي عن المنكر، وشاء الله عز وجل أن يقدمه على الإيمان بالله. لأن الذي يجعلكم خير أمة ليس الإيمان بالله عز وجل، ولكن الأمر معروف ونهي عن المنكر النابع من حبنا لله والدعوة إلى الله. الذي جعلنا خير أمة الأمر معروف ونهي عن المنكر. قيل يا رسول الله من خير الناس؟ قال آمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم للرحم. اللهم اجعلنا منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم يا فوز المستغفرين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أيها الإخوة والأخوات، ما أريد أن أقوله في هذا اليوم ونخرج به، إنك تتذكر أنت وزوجتك وأولادك أنكم دعاء إلى الله، وأن تحمل هذه الدعوة في كل النهار والليل. وأقول لك الخير فيك بقدر ما فيك من دعوة إلى الله ودعوة إلى الخير. وإذا كنت لا تدعو إلى خير ولا تدعو إلى الله فلا خير فيه. اللي ما بدعو إلى الله ولا يدعو إلى خير، هذا في خير؟ أبدا. الدعوة إلى الله، خلي الخير فيك. أنتم في قوله تعالى كنتم خير أمة، ورد فيها أنتم خير الناس للناس. تعرف ليش إحنا خير الناس للناس؟ لأننا ندلهم على الله. طب وإذا ما دللناهم على الله؟ طيب إذا أصبحنا مثلهم وأسوأ في سوء الأخلاق وسوء الأعمال وسوء الطباع وسوء والكذب، ما الفرق بيننا وبينهم؟ فلسنا خير أمة أخرجت للناس. نحن خير أمة أخرجت للناس عندما ندعو إلى الخير، وعندما نحمل الخير ونفعل الخير. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، افعلوا الخير وادعوا إلى الخير، عند ذلك تكونون من المفلحين إن شاء الله، وأولئك هم المفلحون. وادعوا إلى الخير، ادعوا زوجتك إلى الخير، ادعوا أهلك إلى الخير. لأن إخواني شوف، إذا لو أنت وضعت لنفسك هذا الهدف تعيش من أجله وتموت وأنت لسه مش منتهي من هذا الهدف. حياتك ما بتنتهي مثل رسولك صلى الله عليه وسلم، لا تنتهي، بتظلك. حتى وأنا بدأت خطبتي بنموذج فضيلة الشيخ يوسف إستس،
الله العظيم كلما أراه أرى اللهم صل على سيدنا محمد، شاب يافع ما شاء الله، young man I love him، والله ترى شابا يافعا، اللهم صل على محمد، اللهم احفظ عليه صحته وعافيته. والله ما أرى في هذا الشباب وهذه الهمة إلا سبب الدعوة إلى الله، النور الموجود هذا نور الدعوة يا إخواني، نور الدعوة، نور الدعوة. تصور لو أمة 1500 مليون مسلم أمة دعاء إلى الله، بظل واحد على وجه الأرض مش موحد لله؟ ما مش ممكن. ولكن أمة 1500 مليون مسلم اليوم، اللهم اغفر لنا يا رب، اللهم ارحمنا يا رب، دعاء لإيش؟ للأعراس المختلطة والعلاقات الاجتماعية الفاسدة، ودعاء إلى المشاكل وللنميمة والغيبة، مش ممكن، مش ممكن تصلح الأمور. وإنما تصلح بالثلة المؤمنة الحاملة للدعوة إلى الله عز وجل، اللي أنا بدي أصلح. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، الله ما بهلكنا وفينا مصلحين. وأنا ما أتوقع 1500 مليون ولا 6 مليار طبعاً البشر إنهم يكونوا كلهم دعاء، ولكن هنيئاً لمن حمل هذه الدعوة، هنيئاً. أنت الآن داعية في المدرسة، عندك أصحابك احكي مع الإسلام، أنت داعية في عملك، وأنت داعية في مسجدك، وأنت داعية في شارعك، وأنت داعية في سيارتك، سائق سيرفيس، سائق تاكسي، أنت داعية إلى الله عز وجل في بس في متجرك، في أي شغلة أنت داعية إلى الله. طب كيف أعمل الآن؟ هذا شغل ثاني، كيف أكون داعية إلى الله في كل مكان؟ كل مكان. أنا رأيت في هذا المسجد أخ أتى بأخ مسلما وعنده جروسري، والله يا أخواننا فقط أسلم، قال له كل يوم الصبح باجي أخذ من عندك كذا وكذا، كل يوم أراك مبتسما مسرورا، احكي لي ما هي الوصفة بتاعتك؟ قال له لأني بصلي الفجر، ولأني مؤمن بالله، ولأني أعتقد إن أنا متصل بالله عز وجل بكذا وكذا وكذا. قال له دلني على الإسلام، فجاء مسلما في هذا المسجد. بس ما هذه دعوة إلى الله، دعوة إلى الله أن يراك الناس نموذج للخير للبشرية. وباختصار والله يا أخواننا ما أسسوا داعش وآيسس والمتطرفين، ما أسسوهم إلا من أجل أن يصرفوا الناس عن الإسلام، فهم يدعون إلى الشر. والله إنها وسيلة من وسائل صرف الناس عن الإسلام، هذه وسائل دعوية شيطانية والعياذ بالله. اللهم اجعلنا من الدعاة إليك على بصيرة، اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين الهداة المهديين، اللهم اجعل زوجاتنا داعيات إلى الله في بيوتهن، واجعل أزواجنا دعاة إلى الله في بيوتهم بأخلاقهم وسلوكهم وكلماتهم، اللهم ارزق أولادنا الدعوة إليك، اللهم ارزق مجتمعنا ليكون مجتمع الدعوة إلى الخير. اللهم يا الله نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تستعملنا لدينك ولخير العباد في الدنيا والآخرة، اللهم اجعلنا ممن يعلمهم ما يرشدهم ويعلمهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم. اللهم يا الله فرج كربة المكروبين من أمة محمد ومن المكروبين من بني آدم في كل مكان، أزل الكرب عنا جميعا يا رب العالمين. اللهم أصلح حالنا واهد بالنا، واجعلنا آمنين مطمئنين، اجعلنا آمنين مطمئنين في دنيانا وفي قبورنا، ويوم القيامة يوم يبعث الناس، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عباد الله اذكروا الله يذكركم، واسألوه يعطيكم، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.